صباح الخير مشاهدينا الكرام، اليوم معكم الشيف محمد ابو قطان، معكم فقره مطبخ اليوم. تمام، حابين نعمل لكم سلطه جديده ومعروف اسمها يام تلاي سلط. هي مكوناتها خيار، شيري توميتو، جرجير، فطر، وفلفله حلوه، وخس ايسبر، ومعكم الصوص تاعها اللي هو مكون من مايونيز ياباني او مايونيز عادي ما بأثر يعني، وفي الصوص مقدارها معلقه ونص، وحبه فلفله كامله حمراء وكزبره، وبتنضرب على البلندر لمدة عبين ما تذوب كلها كاملة، بعدين بتتمكس مع الخضار هاي. هلا هاي الخضار فريش بتنغسل كاملة من الخيار وشير التوميتو والجرجير والفطر والفلافل الحلوة والخس الايسبر. هلا بدنا نمكسها مع بعض مع بعضنا البعض. أول شي بنحط الجرجير، بعدين الخس الايسبر، بعدين بنحط الشير التوميتو، بعدين نحط خيار، بعدين الفلفلة، وبنحط الفطر اللي هو المشروم بالأخير. مكس الخضار مع بعض. هاي السلطة صحية كتير يعني ومفيدة برمضان، وبنحط التاي دريسنج تاعها مدار كفكير يعني. كفكير ونص حسب السلطة ومقدارها. هلا بنمكسهم مع بعض. سلطة سريعة وزاكية كتير ومكوناتها قليلة. هلا السلطة هيك زي ما انتم شايفين، السلطة هيك جاهزة مكسة وفيها كل الخضار. هلا بدنا نسكبها. مفيدة وصحية كثير هي بالمكونات تعاونها. حط على الوجه شيري توميتو حسب الرغبة طبعا، إذا بنحط مشروم، وهيك سلطتنا صارت جاهزة اسمها يام تلاي سلط. سلطة زاكية وخفيفة ومكوناتها قليلة كثير وسريعة التحضير.